وقامت السيد نيكوز خريستي رئيس قبرص وأعطي الكلمة لمعالي السيد أنتوني كوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة فليتفضل Your Excellency أصحاب صاحب الفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي سيدات والسادة أصحاب الفخامة والجلالة والسمو ملوك وأمراء رؤساء الدول إننا نعيش في هذه المنطقة وعلينا أن نتخذ خطوة واحدة موحدة من الصعوبة بمكان أن نصل إلى حل مشترك ولكن علينا أن نخفف هذه المعاناة بالأمس ذهبت إلى معبر رفح حيث شاهدت حاله من التناقض ازمه انسانيه تحدث من ناحيه ومن ناحيه اخرى شاهدت مئات الشاحنات المحمله بالمؤن الغذائيه والمواد الطبيه لسنا فقط نعبر المعبر ولكن على جانب المعبر من الطرف الاخر اشخاص بلا ماوى بلا غذاء بلا, بلا دواء امهات تعاني اطفال تعاني وعلى الجانب الاخر شاحنات ملاه بالمؤن وعلى الجانب الاخر معدات جوعى خاويه من الطعام كل هذا لصعوبه عبور الممرات وصعوبه عبور المؤن الغذائية إلى قطاع غزة وأود أن أعرب عن خالص شكري لمصر على هذا الدور الحاسم الذي تلعبه مصر، ولكن شعب غزة بحاجة منا إلى التزام لبذل المزيد والمزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية إلى غزة وبالطبع نحن نعمل بلا كلل ولا ملل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة. السيدات والسادة لأكون واضحا معكم إن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب أن نتخلص منها لأن قضيتهم عادلة وشرعية كذلك فإن هذا الصراع الذي دام أمده على مدى 65 عاما علينا أن لا ننحيه جانبا ولا يمكن لأي شيء أن يعلل الإجراءات التي اتخذتها حماس والتي تهدد بها الإسرائيليين المدنيين كذلك فإن الأمور المروعه بحق الفلسطينيين يجب تطبيق القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف يجب تطبيقها والالتزام بها وعلينا ان نحمي المدنيين والا نهاجم المستشفيات والمدارس ومقرات الامم المتحده وكل الملاجئ السيدات والساده اصحاب الفخامه ان هدفنا قصير الاجل يجب ان يكون واضحا تقديم المساعده الانسانيه بطريقه مستدامه وبلا توقف الى غزه، كذلك تحرير الرهائن بطريقه فوريه، وكذلك بذل الجهود لمنع انتشار واستشراء العنف الذي سوف يستشري في المنطقه، وكذلك اود ان ادعو الى وقف اطلاق النار الان اصحاب الفخامه ان جهودنا جميعا ومواردنا جميعا بحاجه الى بذل المزيد والمزيد ونحن ن... ونحن نركز على وقف بحر الدم هذا لتحقيق الامن والسلام على اساس حل الدولتين ان اسرائيل يجب ان يجب ان تكون هناك حاجه لكفل السلام لها والامن لها كذلك وعلى الشعب الفلسطيني ان يحقق اماله بناء على قرارات الامم المتحده والقانون الدولي والاتفاقات السابقه حان الوقت لاتخاذ الاجراءات الاجراءات لانهاء هذا الرعب وهذا الكابوس كذلك هذا الكابوس الذي يهدد الاطفال في فلسطين واسرائيل بل والعالم شكرا